اي دابا ممكن تغسل الماعن كتحكم باش ديرو مين شفاف فوق البريسة. راه قلت ليكم قبيله واقيلا ياك هاي دابا ممكن تغسل الكيسان داتي كما قلت لكم. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين؟ مع الصحيحه، امور هانيه. دابا هي ماما كتغسل الكيسان. السلام عليكم متابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم كاملين الناس اللي كيسولوا عليا، الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم كاع الناس اللي كيدعوا معايا، الناس اللي واقفين معايا بالدعاء ديالهم، بلي لايك ديالهم، بلي كومونتير ديالهم. شكرا لكم كاملين الناس اللي دخلوا جداد، مرحبا والف مرحبا بكم، الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم. وشكرا لكم بزاف على الوقفه ديالكم معايا، بالتعاليق ديالكم الزوينين، بالمشاهدة ديالكم، الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير كاع المتابعين داخل وخارج أرض الوطن. أنا راه هاد الأيام غبرت عليكم، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم راه كنت عيانة شي شوية، ولكن نقولوا الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي. أنا المهم راه مشيت للطبيب ونتمناو الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، والحالة ديالي ماشي ديال الطبيب وما فاهم فيها الطبيب حتى شي حاجة، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يجيب الشفاء ليا وليكم ولجميع المسلمين. وانا اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نعود عاوتاني، واخا صعيب عليا فاش كنعود، راه ما نكذبش عليكم، راه كنوصل لحالات الموت. وانا ان شاء الله غادي نصور لا فيديو ديال فاش غادي نعود، ونوريكم الطريقه اللي باش كنعود. وان شاء الله الا قلتوا لي حطنا الفيديو غادي نحطو لكم، ما قلتوش ليا حطوا، راه ما غاديش نحطو لكم. الا كانوا اكثر من 10 تعاليق اللي كيطلبوا باش نحط الفيديو اللي غادي نعود فيه، انا دابا حاليا راه مازال ما عودتش، مازال المعده ديالي عامره، ومازال صحتي ثقيله عليا، ومازال ربي اللي عالم بيا. واخا هكا كانت قاتل وكنوض وكنتحرك، ولكن ما عندي ما ندير، الحمد لله على كل حال. المهم اليوم راه دايره مع السيد اللي غادي يعود ليا، كيعود ليا غير هو غير كيقول ليا وانا كنطبق داكشي لراسي.
اليوم ان شاء الله غادي نعود وغادي نصور لكم فيديو، وإلا قلتوا لي حطوا راه غادي نحطوا باش بزاف ديال الناس يستافدوا، لان كاينين الناس بزاف اللي عندهم نفس الحاله ديالي وما خلاو اطباء ما خلاو كيخسروا الزبابل ديال الفلوس، ولكن النتيجه ما كايناش، ما كيكونوش عارفين شنو المشكل اللي عندهم. انا الحمد لله كما قلت لكم راه فايت لي عود لي هذا السيد، زعما عود هو كيقول لي الطريقه وانا كنعود لراسي، كنشرب كما قلت لكم الحليب والماء، كنقرا عليه. المهم نقول لكم شنو الايات اللي كنقرا عليها الماء، شنو الرقيه اللي كنقرا عليها الماء، ان شاء الله باذن الله باش بزاف ديال الناس يستافدوا، حيت كما قلت لكم راه الناس متضررين بزاف، الناس اللي راه مساكن وصلوا الحاله ديالهم للموت وما عارفين حتى شي حاجه، ما عارفينش السبب شنو عندهم ولا كيفاش. انا براسي راه ربي اللي عالم بيا، المعده ديالي عامره ما كناكلش، راه تصوروا ان الماكله اين فوا كنحطها في فمي كيجيني الرضان قبل ما نبلعها. الماء اي واحد راه الماء يعني عادي كيشرب الماء، ما نشرب ماء، ما ناكل دانون، ما ناكل اي حاجه كنبغي نديرها في فمي كناكل شويه صافي كيجيني رضان. باش تقولي زعما غناكل نغلق في الماكله تنشبع ونحيد غبني في اي حاجه، لا ما كناكل حتى شي حاجه، المهم شويه هكا غير شويه، المهم كنقمقم شويه وصافي. باش تقولي زعما كناكل اي حاجه ما كنتشهاش، ما عنديش شي حاجه تقولي كنتشهاها ولا نطيب شي حاجه غنتشهاها ولا نمشي للزنقه هكا كسكروطات ديال الزنقه ولا نتشهى شي حاجه، ما كنتشهاش نهائيا. الشهيه عندي مسدوده، المعده عندي مسدوده، ما كدوز لي حتى شي حاجه. الطبيب ما فهم حتى شي حاجه، الطبيب كيقول لك القولو العصبي اللي عندك فقط، ونتمنى والله ربي الحبيب هو اللي كيشافي، وحنا غنديروا غير السبب. وانا اليوم عاوتاني غادي نعود ونطلب الله سبحانه وتعالى يدير لي فيها الخير. انا المهم كما قلت لكم راه مشيت للطبيب ودرت التلفازه ودوزت والحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي، نتمنى الشفاء ليا وليكم ولجميع المسلمين. وانا ان شاء الله كما قلت لكم اليوم ان شاء الله انا دابا يلاه فقط غادي نريقل المسائل ديالي ان شاء الله باش نوجد كل شيء باش نعود، وغادي نصور معكم فيديو، لان فاش كنعود راه ما نكذبش عليكم راه صعيب بزاف. هو في الوقيته ديال التعواد راه كتشوفي الموت بعينيك، لان الصعيب باش انك انت ما عندكش الشهيه باش تدوزي حتى حاجه، وغادي تشرب داك يطرو ديال الماء وتشربي داك المهم شحال ما قديتي تشربي من 5 لتر ونص ولا ربع ولا تشربيها كامله، ولا انت كتشربي وانت كترجعي، انت كتشربي وانت كترجعي حاشاكم، حتى كتخوي المعده ديالك كامله، حتى كتبقى تخرج لك واحد الحروريه خضراء، عاد كتعرفي راسك انك صافي راكي ساليتي داكشي اللي داك الميكروب اللي عندك لداخل راه كلشي خرج صافي. من بعد فاش كنت ديجا عودت كما قلت لكم صافي، كنت وليت زعما بخير الحمد لله، وليت كناكل راه في البلاصه، في البلاصه كيجيك الاسهال، في البلاصه كيجيك يعني في البلاصه كتولي الامور بخير صافي. من بعد عاوتاني كتولي مزيان، عاوتاني كنت دوزت واحد الماكسيمو كاع شهر عاوتاني ولا لي نفس المشكل، يعني الحمد لله. حنا نقولوا الحمد لله على كل حال، وشكرا لكم بزاف، الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير، والله يشافي اي مريض يتالم ولن يتكلم. بزاف الناس اللي كيقولوا لي انا عندي نفس الحاله ديالك، كنشكركم بزاف، الله يجازيكم بخير وتهلاو في راسكم.